عسلي ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم في الحلقه هذه باش نحكيو على زوج مقابلات من الدوري الاسباني، لقاء برشلونه وبلد الوليد، اللقاء اللي وفى بانتصار نادي كتالوني 4-0، والانتصار هذا جاب دوبلي من لاعب ليفاندوفسكي، وفي نفس الوقت من جهه اخرى يجي بنزيما يرد على ليفاندوفسكي ويسجل هدفين اليوم بعد انتصار ريال مدريد بصعوبه على اسبانيول ب3-1. الريال اليوم ما كانتش باهيه صراحه، خاصه خلال الشوط الثاني، ولكن في الاخر بنزيما عرف كيفاش يحسم اللقاء. في اخر 4 دقائق من المقابله سجل هدفين اليوم، وهدف منهم من مخالفه مباشره. بالنسبه لبرشلونه، برشلونه اليوم كان لقاء سهل صراحه، كان في فسحه برشلونه قدم بلد الوليد. بلد الوليد تقريبا ما جاش الكاب نو جمله، ماتش سهل ياسر يمكن البرسا. باش نحلوا زوج ماتشات هذوما الكل، نقف على اهم الافكار التكتيكيه نتاع الماتشات هذوما، وان شاء الله غدوه باش يكون عندنا فيديو نتاع بريمير ليغ، على خاطر كما تعرفوا برشا ماتشات يصيروا في الايام هذوما، بريمير ليغ والسيريا ولا ليغا. احنا باش نحلوا زوج مقابلات تاع ريال وبرسا اليوم، وغدوة إن شاء الله باش يكون عندنا فيديو نتاع بريمير ليغ باش نحلوا فيه أغلب مقابلات تاع فريق التوب 6، معناها باش نحلوا ماتشات الأرسنال، ليفربول، تشيلسي، سيتي، مان يونايتد. هذوما ماتشات باش نحلوهم إن شاء الله، غدوة توتنهام بالطبيعة، هذوما أغلبية الماتشات نحكيو عليهم غدوة إن شاء الله في الفيديو نتاع غدوة. ولكن الفيديو نتاع اليوم كما تعرفوا باش نحكيو على مقابلة برشلونة وماتش ريال مدريد زاد كيف. باش نبداو نحكيو على مقابلة برشلونة وبايرن الوليد. البارسا اليوم ينتصر برباعية نظيفة، تقريبا كان في فسحة البارسا اليوم بشكل واضح، ما لقيناش برشا مشاكل خاصة من أول مقابلة. بدأت من أول مقابلة البرسا بدا ينتج فرص، وبلد الوليد تقريبا يتفرج اليوم وما جاش جبنا ملعب الكامب نو. برشلونة في اللقاء هذا كما قلت لكم قدم أداء جيد، وبالإضافة إلى ذلك فإنه نتيجة مهمة ياسر، تربح 4-0 ضد بلد الوليد في الكامب نو، حاجة باهية ياسر. بعد ربحت 4-1 ضد ريال سوسيداد يواصل برشلونة في سلسلة الأربعة، يوصل 7 نقاط، حاجة مهمة ياسر في الدوري الإسباني، يشد اللحاق على الريال. نعرف البرسا خسر زوج نقاط في الافتتاحية نتاع الليغا، لكن يعني حتى خسر زوج نقاط وبعد تربح زوج ماتشات ورا بعضهم ما هيش مشكلة كبيرة بصراحة، كان زوج نقاط خسرتهم في أول الليغا. هذاك علاش البرسا كي ربح زوج مقابلات هذوما نجم نقولوا اللي هو بدا يعوض شوية، فكان التعادل الأولاني في أول الليغا. ولكن بشكل عام برشا نجوم اللي قال يومين جنب برشا، كي نحكيو عن النجوم اللي تألقوا اليوم في الماتش هذايا، رافينيا بصراحه ماتش كان ممتع جدا خاصه خلال الشوط الاول. اللعب هذايا امتع صراحه، ممتع اللعب هذايا، كي تشوفوا برك تحس بالمتعه اللعب هذايا، شنو يقدم فيه على التيران، كيفاش عمل اسيست ليفاندوفسكي نتاع الهدف الاولاني. بصراحه هذايا يقدم فيه حاجه باهيه ياسر لعب رافينيا اليوم هناه مع نادي برشلونه. كي نحكيو زاد اليوم على ديمبيلي، زاد كان باهي ياسر اليوم، كان عمل زوج اسيست ديمبيلي وكان حاسم ياسر اليوم في الملعب. بصراحه ديمبيلي زاد كيف كيف رافينيا وديمبيلي، راهو كي تحكي على رافينيا وديمبيلي تحكي على قيمه ثلاثه برشلونه، واحد على اليمين واحد على اليسار، وباريان ديمبيلي مشى على اليمين، هما زوج خطوط نتاعهم على اليمين باش يكونوا واضحين. رافينيا خطير على اليمين وديمبيلي خطير على اليمين زاد كيف كيف. ولكن اليوم تشافي هاكم من الاول لعب رافينيا على اليمين، وبعد جاب ديمبيلي حطه على اليمين، معناه ديما كل ما تلعب على اليمين كل ما تكون افضل، اللي باش يلعب منهم على اليمين يكون افضل. ولكن انا نخير رافينيا يلعب على اليمين وديمبيلي يلعب على اليسار، على خاطر رافينيا ديما نلعب الخطوره نتاعو كبيره على الجهه اليمين، ديمبيلي يعرف يلعب ضد الساقين، هذاك علاش حتى يلعب على اليسار، ماهيش مشكله كبيره ليه. ولكن بالرغم من ذلك ديمبيلي تالق اكثر كي يلعب على اليمين. اليوم نحكيو زاد برشا لاعبين تألقوا صراحة من برشا، ليفاندوفسكي الثنائية كما تعرفوا، معناها أغلبية اللاعبين برشا قدموا مستوى جيد، وهذا به اليوم الكل. كوندي اليوم لعب على اليمين كظهير أيمن، ولكن زاد كان مستوى جيد. نحكيو على التشكيلة اللي نزل بها المدرب تشافي، اللي كان في شكل 4-3-3 بالاعتماد على شتيغن كحصان، خلف الدفاع نلقاو أراخو وإيري جارسيا، على اليمين كوندي، على اليسار نلقاو بالدي، وتقريبا ألبا خسر بلاصتو لأنه بالدي بصراحة أبهرني في المقابلات هذوما، قدم مستوى جيد صحيح، يزم يتوب مضوح ينجم يتوب مضوح، ولكن تحسن كبير قام به بادي على زوج مقابلات هذوما اللي عداهم ضد سوسيداد واليوم ضد نادي بلد الوليد. في وسط الميدان نلقاو بوسكيتس وبيدري وجافي، تقريبا شافي شد صحيح في الثنائيه نتاع بيدري وجافي. بيدري وجافي ديما قاعدين يلعبوا مع بعضهم، معناها الماتش هذايا والماتش اللي فات في وسط الميدان، الماتش اللي قبله من بدايه الليغا، بيدري وجافي يكونوا زوج متواجدين في وسط الميدان. وفرينك ديونغ على الدكه واضح معنا اليوم. نعرفش ان بالضبط شنو توجه في تشافي من قبل التقدم، ولكن نتصور باش يمشي في الاعتماد على بيدري وجافي في وسط الميدان. تشافي مامن ياسر الثنائيه هذيا، صحيح في بعض الماتشات نفتقدوا برشا في وسط الميدان، لكن القوه البدنيه لانك ناقص القوه البدنيه بصراحه، تلعب بجافي وبيدري ينقصك ياسر القوه البدنيه في وسط الميدان، ولكن يعاونوك ساعات في الاتاك. اليوم ماتش هو مكان باهي صراحه، بيدري خاصه بيدري قدم ماتش باهي، جافي مستوى زاد كان محترم ما كانش المستوى السيء. هذاك علاش تشافي نتاو باش يكمل يشد اكثر في الثنائي تاع اللاعبين بيدري وجافي. في الهجوم رافينيا على اليمين، ديمبلي على اليسار، ليفاندوفسكي كراس حربه. نحكيو اليوم على اسلوب البرسا في اللعب. البرسا كانت تلعب ياسر تركز على الجهه اليمين، الدور الكبير كان يقوم به اللاعب بيدري في رساله التمريرات التوريه باتجاه اللاعب رافينيا. رينا كيفاش ساهم في الهدف الاول اللاعب بيدري، بيدري لما نلاحظوا يتواجد في وسط الميدان يحاول
دي ميروس الكرات على اليمين او كرات على اليسار من غاديكا، باش يخلي الدفاع نادي بلد الوليد اون ديزيكليبر. وبصراحه بلد الوليد يوم كان حتى دفاعي تحسوها شي اللاعبين تاعو ديما نلاحظوا رافينيا قرع في مواجهات لاعب ضد لاعب مع الظهير الايسر تاع نادي اسبانيول تاع هانيتي عفوا مع نادي بلد الوليد. هذاك علاش لقينا برشا هشاشه في الدفاع تاع بلد الوليد، والتحركات من الخطوط تاع اللاعبين ديما ليفاندوفسكي التحرك تاعو بين الخطوط. بصراحه اليوم لقينا برشا مشاكل في بلد الوليد، وبرشلونه لقى فسحه كامله سواء اللعب على اليمين او اللعب على اليسار، خاصه على اليمين تركيز اللعب بشكل كبير على الجهه اليمين. التقدم ساعات تاع كوندي ساعات يقدم شويه، صحيح ماهوش كظهير ايمن اللي قوي ياسر، ماهوش كظهير ايمن اللي يعاون ياسر هجوميا، ولكن مستوى محترم اليوم على الجهه اليمين. كي نلاحظوا اليوم جافي كان ديما يلوج على المساندة تاع اللاعب رافينيا في مره واثنين وثلاثه، يدخل ويمنح نفسه كخيار لاعب رافينيا، وقت رافينيا ياخذ الكره على الجهه اليمين. هذه الكره اللي نهدي من جاي من برشا، المستوى الجاي اللي قدمه برشا في الماتش هذايا، هذه بعض الافكار اللي اعتمدها تشافي اليوم في الميدان. كانت فعالية بصراحة، البارسا كان يخلق برشا فرص سواء تحويل الجهة بسرعة من يمين لليسار، الكرة تحول من يمين لليسار، ده يخلي البلوك بتاع بلد الوليد مش واقف مليح. صراحة بلد الوليد وسط الميدان بتاعه كان غايب، ما حد شيء من بلد الوليد وريناه، وحتى كي يستلم الكرة اللاعبين بتاعه يحاول يسند الكرة قدام طول، ولاعبي برشلونة يفتح الكرة بسهولة. الضغط العالي بتاع برشلونة كان فعال ياسر اليوم، نحكيو على الضغط العالي يقوم به نادي برشلونة. برشلونه كان يعمل ضغط عالي للمهاجمين نتاعو، ثم بوسكيتس كان يطلع الضغط العالي. نلاحظوا ديما بوسكيتس ناجح برشا في حمايه الضغط العالي خير من جافي بيدري، كي يعتمد على بوسكيتس في الضغط العالي هذا يكون افضل بكثير. البارسا في اول ماتش لقى شويه مشاكل في الضغط العالي اللي عمل فيه، لانه ديما نادي بلد الوليد ينجح في خصم الكره، ولكن بعد تقريبا بعد 10 دقائق من المقابله لاحظنا ان بلد الوليد ما عادش قادر يدور الكره، ما عادش قادر يعمل ثلاثه باسات ورا بعضهم. ديما برشلونه يسترجع الكره بسرعه ويسترجع الكره بسهوله تامه، والمدافعين لقوا برشا مشاكل اليوم. ايريك جارسيا اليوم كان معناها ما كانش كضغط عليه برشا، ايريك جارسيا اليوم كان باش ياخذ باس يعدي باس، هذاك قام دوره ممتاز. اراخو اليوم فما شويه كرات منحها بالقدام، انا اراخو قدم ماتش باهي. بالدي اليوم كان بصراحة اللاعب هذايا سريع يعاون ياسر على الجهة اليمين اليسار تاع الهجوم، ديما نلقاه ديما يقدم، كل ما تجي الفرصة ديما يقدم. صحيح مازال ماهوش اللاعب اللي حاسم ياسر على الميدان، ساعات ينقص شوية كالبريسيزيون في باس، ولكن بشكل عام اليوم بالدي كان قدم ماتش به ياسر اليوم، كان محترم الماتش اللي قدمه بالدي اليوم في الماتش هذايا. كي نحكيو على الشوط الثاني، ممكن البلسة سجل هدفين، البلسة في الشوط الاول هدف عن طريق ليفاندوفسكي بعد توزيع من رافينيا، وهدف ثاني عن طريق اللاعب بيدري بعد عمل كبير ديمبلي على الجهه اليمين. ديما الجهه اليمين لبرشلونه ديما فعاله ياسر، سواء رافينيا يجي على الجهه اليمين او ديمبلي يجي على الجهه اليمين، ديما نلاحظوا خطوره والتحركات تاع بيدري بين خطوط نادي بلد الوليد، هذا الكل ساهم فكان ديزيكليبر تخلق في وسط ميدان ودفاع نادي بلد الوليد. كي نحكيو على الشوط الثاني، من الشوط الثاني صراحة كان سهل ياسر، ليفاندوفسكي صراحة عمل فينيسيون باهي ياسر في لقطة الهدف الثالث، كالكورة التالون الكل نتاعو وهدف الثالث في مساحة برشلونة بعد عمل كبير قام به ديمبلي، زاد اسيست تاع ديمبلي الهدف الثالث. البارسا عمل تغييرات، دخل فرينكي ديونغ، دخل اليوم لاعب كيسي في آخر الماتش. معناها التغييرات هذه كل واضحة، كاو البارسا يحب يدور شوية الفتيف نتاعو، دخل انسو فاتي مكان رافينيا، وفي اخر ماتش دخل فيران توريس مكان ديمبلي. هذه بعض التغييرات اللي عملها اليوم مدرب تشافي. فيران توريس اليوم بتخلي على الجهه اليمين، عمل اسيست في اخر المقابله، مش اسيست هو ممكن معناها نجم نقولوا كان يقبل الاسيست، كره من فيران توريس لليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اليوم كان جات عنده فرصه لاحراز سوبر هاتريك جمله، هذا ليفاندوفسكي اليوم بخلاف هدفين كان عاوز الكره على العارضه، زي باينك ليفاندوفسكي اليوم ديما لاعب حاضر بصفه كثيفه في منطقه الجزاء، ديما نلاحظوا يتحرك، التمركز نتاعو مش عادي ليفاندوفسكي، هذا اللي يخلي ليفاندوفسكي من احسن المهاجمين في العالم، ديما التمركز نتاعو على الميدان، يتحرك ياسر، ديما نلاحظوه ديما على التراجيكتور تاع الكره، ديما يشوف التراجيكتور تاع الكره وديما يمشي، هذا التمركز نتاعو الكبير ليفاندوفسكي، وهذا الدور الكبير اللي يقوم به هذا اللاعب في برشلونه دايمات هذه الكل. واليوم قدمت به وكان ممكن يسجل سوبر هاتريك في الماتش هذايا، والماتش هذايا معناها كان سهل للبرسا بصراحه بشكل واضح، كان سهل للبرسا. تسجل الهدف الرابع كيما قلت لكم على طريق سيرجيو روبرتو، وفي الماتش بلعب بليش، مبروك للبرسا، مبروك جماهير البرسا، انتصار كان سهل ياسر اليوم على نادي بلد الوليد. نشوف الماتش الجاي كونت اشبيليا، اختبار به ياسر البرسا كونت اشبيليا. صحيح اشبيليا الموسم هذايا والليغا بدايته كانت سيئه ياسر، اشبيليا تساوي اشبيليا بعد ثلاثة جولات بنقطة واحدة في الليغا، الفريق هذا باش يلعب شامبيونز ليغ. اشبيليا الموسم نتاعو صراحة خايب ياسر السنة، بداية سيئة جدا، يحب يصلح كونت برشلونة، وبرشلونة الماتش نتاعها الجاي اشبيليا فريق محترم، تنجم تبني على انتصار، إذا كانت تصدر اشبيليا
لازم تقدم مستوى جيد. ماتش صعيب ياسر بصراحة، حتى إذا كان إشبيليا يعاني الموسم هذا، لكن ماتش صعيب ياسر ضد إشبيليا. اللي عندنا باش نحكيو على ماتش برشلونة، نمشيو نحكيو على ماتش ريال مدريد ضد إسبانيول. انتصار صعب ياسر للريال صراحة اليوم، لاحظنا برشا مشاكل للريال، هذا اللي خلى الانتصار يكون صعيب ياسر، لكن في الأخر للريال أهم حاجة إنه ربح في الماتش. نحكيو اليوم على الريال اللي نتاعو صراحة في الشوط الأول، الشوط الأول اللي قدمه الريال كان جيد جدا. اليوم أبهرني الريال بالمستوى نتاعو في الشوط الأول، قدم مستوى جيد بالرغم من الشوط الأول خرج 1-1، ولكن الريال كمستوى الشوط الأول قدم مستوى به ياسر. اليوم نلاحظوا تألق كبير للاعب تشواميني، تشواميني لو قدم ماتش به ياسر اليوم، وجاوا برشا انتقادات جات اللاعب في الآونة الأخيرة أنه اللاعب هل قد المسؤولية باش يعوض كازيميرو أم لا؟ من صحيح مازال ما أثبتش في ماتشات كبيرة، ولكن بصراحة الماتش اللي قدمه تشواميني كان كبير ياسر اليوم، كان فعال ياسر، كان قوي ياسر لتشواميني، بدنيا كان سكر ياسر تاكل واحد باهية، بالإضافة إلى ذلك في نوع من الأسيست لهدف لورين، فيزيون كبيرة ياسر الكرة كتميرة باتجاه فينيسيوس، فيزيون كبيرة وبصراحة تحرك فينيسيوس كان جيد، وهدف في مساحة ريال مدريد، هذا الدور الكبير اللي عمل تشواميني اليوم في وسط ميدان الريال. اليوم الريال لاحظناه حتى مع الضغط تاع اسبانيول في الشوط الاول، لاحظنا الريال عنده سهوله كبيره في خروج الكره، سواء من تشواميني او مودريتش او كروس، اللاعبين هذوما كانوا يعملوا دور كبير في خروج الكره تحت الضغط، ثم الريال يقدم ويقلق يس الدفاع الاسبانيول في الثلث الاخير من الملعب، تحركات باسيت جيست مع جيستات كبيره تاع باسيت من جيب لاعبي الريال، هذه اللي حطها اليوم في الميدان، باسيت تاع الريال لاعبي الريال ديما اغلبيتهم يجيو صحاح، وديما الريال القاوة يبحث عن صنع الاخطار في الماتش هذايا. ممكن شويه تضيع كرات في الاخر يصير، ولكن بشكل عام تمريرات صحيحه ياسر بين لاعبي الريال، كونيكسيون بهم اللاعبين هذا اللي خلال الشوط الاول، الشوط الثاني حاجه مخالفه تماما الشوط الاول، الشوط الاول كان به ياسر للريال تمريرات باهيه وواضحه من اللاعبين. لساعات لاحظوا الابا يتوج في وسط الميدان، هذه فكره لاحظتها من انشيلوتي اليوم، انشيلوتي طبق فكره تواجد الابا في وسط الميدان برشا مرات في الماتش هذايا، الابا يحاول يتواجد بين خطوط نادي فريق اسبانيول باش يخلي شويه الدفاع يدخل بعضه ويحاول يحفظ اكثر لفينيسيوس على جهه اليسار، كي يتواجد الابا في وسط الميدان يحاول يجيب شويه مع المدافعين باش يخلي شويه مساحات لمصلحه لاعب فينيسيوس ويعوض شويه النقص اللي كي وقت بنزيما يخرج من منطقه الجزاء. بنزيما اليوم صحيح سجل هدفين، ولكن ما كانش بنزيما تاع العاده اليوم اللاعب هذا، ننتظر منه مستوى افضل، ولكن على كل حال بنزيما حتى يسوى مستوياته سجل هدفين في الماتش هذا ويخلي الريال يتصدر ويحسم المباراه. باقي نحكيو اليوم على الماتش هذا، كيما قلت لكم الريال كان جيد في الماتش هذا في الشوط الاول، ونادي اسبانيول ما كانش واضح بصراحه في الشوط الاول الا في اخر 10 دقائق حال ظهور من لاعبي الريال. ساعات الريال تجي فتره كي ما عادش مركز في اللقاء، وبالتالي النادي الاسبانيول يستغل الفرصه ويسجل هدف التعادل. جيت برشا فرص من فكر ال 10 دقائق الاخرين من الشوط الاول، جيت برشا فرص الاسبانيول، فرصه اولى وثانيه، ثم تجي كوت خوسيلو اللي يعادل به النتيجه مساحه اسبانيول. الشوط الثاني لاحظنا اسبانيول افضل الشوط الثاني، مش كنا واقعيين معناها في الشوط الثاني اسبانيول كان افضل بكثير من الريال. اسبانيول اليوم كان عمل ضغط عالي واضح على الريال، الريال كان يلقى برشا مشاكل في خروج الكره اليوم في الماتش هذايا، وحتى في الاتاك يوصل للاتاك لاحظوا برشا كالباسات الضايعه دي شي تكنيك برشا، ما عادش عندهم ميتريز لازم على الكره معناها نشبه الريال، وهذا بشكل عام ممكن يصير تعب صار للريال في اخر الماتش. وفينيسيوس اليوم صحيح في الشوط الاول كان قدم مستوى جيد وسجل هدف، لكن في الشوط الثاني برشا مرات كرة ضايعة وبرشا لازم فينيسيوس يخدم ياسر باش ينضج أكثر على المستوى هذايا، برشا كرة ضايعة وبرشا كرة ما يعرفش كيفاش يتصرف فيها، لازم يحسن من هذايا بشكل واضح لاعب فينيسيوس. الشوط الثاني ما كانش باهي ياسر لاعب فينيسيوس اليوم في الماتش هذايا. بعد في الشوط الثاني دخلوا رودريجو وهذه التغييرات عملها انشيلوتي، دخل كامافينجا مكان لاعب مودريتش. ونادي اسبانيول بصراحة استغربت فيه انه حتى في الدقيقة 80 وهو متعادل ضد الريال يضغط ياسر ويخلي برشا مساحات في الخلف، هذه بصراحة ما حبتهاش ياسر في نادي اسبانيول. انت توا متعادل ضد الريال، عشت لو في انتصار وقت انت متعادل ضد الريال ضد فريق من بطل اوروبا ضد فريق قوي ياسر، عشت لو رجع انتصار بطريقة هذيك. نادي اسبانيول دفع ياسر خلى برشا مساحات، كامافينجا بصراحة كيدخل قلب الماتش بشكل واضح، كامافينجا عنده سرعة كبيرة اللاعب هذايا، يحفظ تيران بمعنى الحرفي معناه يحفظ تيران اللاعب كامافينجا، يقدم ياسر ريتو كالكتف اللي اعطاه اللاعب الاسبانيول كيفاش طيب الجمله، هذا يدل لك الدور الكبير اللي يقوم به اللاعب كامافينجا. رودريجو اليوم كان حاسم ياسر في الهدف الثاني، وانا خير يلعب رودريجو بلاس فالفيردي اليوم، رودريجو لعب لكن خير يلعب رودريجو بلاس فالفيردي في المقابلات القادمه. فالفيردي ما هوش كاللاعب اللي ينجم يعاون ياسر في الاتاك، ممكن يعدي باس ياخو باس، ولكنه ما ينجمش يعاون ياسر، ما عندوش كالدريبل، ما عندوش كالتمريرات الباهيه في الهجوم برشا، هذاك علاش نلاحظ انه اذا كان لعب رودريجو في جهه يمين يكون افضل من لاعب فالفيردي، لانه رودريجو عنده حس المراوغه ينجم يعاون ياسر اكثر من فالفيردي، هذاك علاش نتصور اذا كان يلعب انشيلوتي رودريجو مكان لاعب فالفيردي هذا يكون افضل.
والدفاع اليوم لعب روديجير واللعب لعب ميتاو كقلبي دفاع، وعلى اليسار لعب اللعب ألابا. ما نساوش بصراحة ميتاو ديما يعمل فيها خطأ دفاعي، حتى اليوم عمل خطأ دفاعي تسبب في هدف. فمقابلات بعض المقابلات يقدم ماتش كبير ياسر، كيما ماتش فرانكفورت اللي صار في ماتش فرانكفورت لاحظ ميتاو من عالم آخر، ولكن اليوم ميتاو بصراحة متسبب في هدف في الماتش اللي فات سلتافيكو، تسبب في هدف. هذا يبين لك ميتاو ماهوش قايم بالدور اللازم عليه في المقابلات اللي قدم فيها مع الريال، ودي برشا خطوط دفاعية يقوم بها. نتصور يعني بحسب رأيي يعني إذا كان ثبت رودريجو ألابا كقلبي دفاع حط مندي على اليسار هذا أفضل، ولكن ظاهر اللي أنشيلوتي مسك كسب اللعب ميليتاو، ممكن نشوف في حاجات فيه أكثر من أنه يلعب ألابا وروديجر في اللاكس، يكون نشوف في ميليتاو حاجات أفضل من اللاعبين هذول. ممكن ميليتاو ساعات لاحظوا تدخلات هوائية وكل ساعات يقدم شوية بيها، ولكن بشكل عام ساعات يعرف بعض الأخطاء تسبب أهداف قاتلة للريال. ظهر تشواميني باش يكون ثابت في في كلاعب ارتكاز، ظهر هذا بصراحه لكروس ولا حتى واحد يكون كلاعب ارتكاز، المقابلات كلها الموسم هذا باش تكون تشواميني كلاعب ارتكاز. والتغيير في السير ممكن كامافينجا مرات يلعب بلاست كروس، ولا مرات كروس ومودريتش، ومرات كروس كامافينجا، ممكن التغييرات ممكن تصير في الماتش ويت، ولكن نتصور تشواميني باش يكون ثابت كلاعب ارتكاز طول هذا الموسم، خاصة بعد الأداء اللي قدمه في الماتش هذايا والماتش اللي قبله. نذكر الماتش الجاي بالنسبة للريال باش يلعب ضد بيتيز، ضد متصدر الدوري بجانب الريال، حتى بيتيز إذا قدم بدوري متجدد وعنده 9 نقاط، الماتش الجاي للريال ضد نادي ريال بيتيز باش تكون مقابلة مهمة جدا لحسم الصدارة. اللي باش يربح الماتش هذا باش يتصدر وحده الماتش في الجولة الجاية، ماتش مهم ياسر بالنسبة للريال، ممكن ماتش فخر بالنسبة للريال بصراحة ضد بيتيز. بيتيز يقدم مستويات جيدة، لكن شوف احنا ماتش مشوق بصراحة. حتى الماتش تاع اليوم ضد نادي اسبانيول كان مشوق ياسر، اسبانيول لعب كان جيد في الشوط الثاني، كان حاول ياسر في الشوط الثاني، ولكن من جانب الريال كان الريال حاسم أكثر في آخر الماتش وكان سجل هدف. ممكن كان اسبانيول في بعض لقطات المقابلة كان ممكن يحسم المقابلة ويسجل هدف ثاني، لكن ضيع شوف فرص اسبانيول وكان عنده بس مشاكل في الإنهاء. هذا اللي ينهي ماتش اليوم، ماتش متجدد، ماتش محترم ياسر قدم الفريقين. استمتعنا في اخر الماتش، وانا كنا نقولوا حكينا في التحليل التكتيكي في الماتش، ولكن بشكل عام استمتعنا ياسر بالماتش هذا بين ريال واسبانيول. رينا عشوائي ياسر به ياسر تاع الليغا اليوم بين ماتش برشلونه وبين ماتش ريال مدريد. غدوه ان شاء الله باش نحكي في الفيديو تاع البريمير ليغ. هذين عنا باش نحكيو، سبحان الله خير، نتلاقاو في موعد ذي اخر.